يحمل كل الذين عاشوا طفولتهم ومراهقتهم في الثمانينيات حنيناً كبيراً إلى لعبة نينتندو، وقد تمكن مصمم المفروشات والنحات تشارلز لوشير أن يصمم طاولات قهوة تحتفي بتلك اللعبة الشهيرة وعصا تحكمها الذي يعرفها الجميع. منذ العام 2006 يمارس تشارلز لوشير مهامه في تصميم مفروشات مبتكرة، إلا أن فكرة واحدة ضمنت له شهرة عالمية، وهي طاولات القهوة على شكل عصا التحكم نينتندو. وما بدأه كتجربة فردية بات اليوم ما يميزه عن سواه من مصممي العالم. نشأت مع صديق لي وهو يمارس ألعاب الفيديو، وقد جاءني باحثاً عن طاولة قهوة، ففكرت بأنني سأفاجئه حقاً وأصمم واحدة مبنية على عصا التحكم نينتندو القديم من العام 1985، وقد ابتكرتها له ونشرتها عبر الإنترنت، فانتشرت بشكل كبير وأنا أتلقى طلبات وطلبات منها منذ حينها. يعرف عن ممارسي ألعاب الفيديو حماسهم الزائد، لذا فإن على عصا التحكم على شكل طاولة أن يكون متقناً ومتيناً بما يكفي، ليس فقط ليحتمل فناجين القهوة وإنما أيضاً اللاعبين. وقد صمم تشارلز لوحات جدارية على نفس الشكل لتكملة الديكور. هناك كمية هائلة من المجهود الذي يدخل في كل واحدة، هناك حوالي 160 ساعة في المجموع، كل تفصيل دقيق ومثالي، وصولاً إلى الألف من البوصة فيما خص البعد والنسبة لعصا التحكم الأصلية، وهناك الكثير من الأمور التي تجري في الداخل لجعلها فعالة. علي أن أبتكر تلك الأزرار الصغيرة وأن أجعلها متينة وقوية لكي تقاوم كل ساعات التعسف التي أتسبب بها زبائني. بصبر وتأنٍ نجح الفنان بأن يجعل تلك الطاولات قابلة للعمل، فهي تتمتع بكافة المزايا الإلكترونية ليمارس مشتروها عبرها ألعاب الفيديو المفضلة لديهم، وفي حال تشارلز هي لعبة سوبر ماريو براذرز. هذه الطاولات تعمل تماماً كعصا التحكم الأصلية، يمكنك أن تقوم بتوصيلها إلى وحدة التحكم الأصلية، أو يمكنك أن تصلها بالناقل التسلسلي العالمي وتقوم بجولة من اللعب على الكمبيوتر، بحيث تستطيع أن تمارس جميع الألعاب المتوفرة. يعتبر تشارلز لوشير أن طاولات القهوة التي تتماهى مع النينتندو هي امتداد لطفولته ولحس الفكاهة التي كان يتمتع به، وهي مصنوعة بالكامل بشكل يدوي، ما يبرر أسعارها المرتفعة بجانب التكنولوجيا التي تحويها.